وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد نواب مجلس الشيوخ أن القطن يمثل مصدر دخل قومي كبير لمصر، لا سيما النقد الأجنبي، مشيرة إلى أنها تقوم بإجراءات من أجل تحسين زراعة القطن وعودته لسابق عهده. تقرير شمل الطريق اللي لو مشينا عليه هنرجع تاني للقطن المصري طويل التيلة ونقدر ننافس بيه على المستوى العالمي ويرجع تاني للقطن المصري، ان المسألة مش مسألة المنافسة او مسألة ان احنا عايزين نطلع سعلة او غيره، ولكن احنا كمصر كمان اسمنا واسم الدولة المصرية يعود مرة اخرى في القطن المصري طويل التيلة ويبقى في تهافت عليه. اهم طبعا ما عرض النهاردة في الدراسة هو فعلا بالنسبة لتوزيع الادوار، لان القطن يتعلق بأكثر من وزارة، فالحكومة لابد أنها تشترك جميعها في حل هذه المشاكل. بالنسبة للزراعة احنا حددنا طلباتنا من وزارة الزراعة، بالنسبة لوزارة قطاع الأعمال تحديدا والمصانع، لأن القطن تسويقه بيتم من خلال الصناعة، يعني القطن ارتباطه الوثيق بالصناعة لأن بتقوم عليه صناعات عديدة. إطار توجه الدولة المصرية كلها لتشجيع الاهتمام بالقطاع الزراعي وخصوصا الزراعات الاستراتيجية، وإن القطن يعتبر يعني محصول استراتيجي بالنسبة للدولة المصرية، والاهتمام به هيساهم في تحسين الدخل القومي المصري. كمان يعني هو بيشغل أيدي عاملة كتيرة وكل الكلام ده كله، ولكن يمكن أهم التوصيات اللي كنت وصيت بها أنه الأخذ بالتوصيات الناتجة عن الدراسة، وخصوصا يعني أهمية دعم البحث العلمي لإنتاج سلالات واستنباط سلالات جديدة من القطن المصري التي تتوافق مع البيئة المصرية، علشان ننتج يعني يكون المحصول اللي احنا بننتجه ذو انتاجية عالية وذو جودة عالية.